السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين. الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية يقول إن الوزارة اعتمدت سياسات تسعى للنهوض بواقع الطفولة في موريتانيا. وزير الداخلية يقول إن موريتانيا استوعبت طبيعة المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة ويشيد بالاستراتيجية الأمنية للبلاد. موريتانيا توفد الأمين العام للرئاسة مولاي محمد الأغضب إلى غامبيا في ظل استمرار أزمتها الانتخابية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود السيدي يحيى إن الوزارة اعتمدت سياسات تسعى للنهوض بواقع الطفولة في موريتانيا وعمدت إلى إدماج التربية الوالدية ضمن هذه السياسات. وأضاف السيدي يحيى خلال ورشة بنواكشوط حول البرنامج الوطني للتربية الوالدية أن الوزارة أجرت مسحا وطنيا حول السلوك الوالدي تجاه الأطفال، كما عدت تكوينات في هذا المجال استفادت منها بعض الولايات. وقد وعى قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة هذه الحقيقة، فعمد إلى إعداد السياسات والاستراتيجيات من أجل رفع مستوى شريحة الأطفال، فكان لوضع السياسة الوطنية لتنمية الطفولة الصغرى أثر إيجابي تمثل في إنشاء مراكز متخصصة لتكوين المربيات وتأهيل الأطفال المعوقين وحماية ودمج الأطفال في الوضعيات الصعبة. وقد جاء إدماج برنامج التربية الوالدية ضمن برامج وسياسات الوزارة من أجل مساعدة الآباء والأمهات على اكتساب الخبرات الضرورية لتمكين الطفل من انطلاقة جيدة في الحياة. وقد بدأ قطاعنا بالفعل في تنفيذ هذا البرنامج، وذلك عبر مراحل، منها أولا تنظيم مسح وطني حول السلوك الوالدي تجاه الأطفال من 0 إلى 6 سنوات بالتعاون مع كل من اليونيسف والمكتب الوطني للإحصاء. تنظيم ورشة لتقييم نتائج ذلك المسح وإعداد برنامج التربية الوالدية استفادت منه حتى الآن ولايات الحوض الغربي، العصابة، غورغول، البراكنة، نوادي بوغي ديماغا وولايات نواكشوط الثلاث. خلدت الشرطة الموريتانية الذكرى 31 لعيدها الوطني. وقال وزير الداخلية واللا مركزية أحمد العبد الله إن ذكرى التخليد تأتي في ظرف استوعبت فيه موريتانيا طبيعة المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة، وأضحت مثالا يحتذى. وأشاد العبد الله بالاستراتيجية الأمنية لموريتانيا التي قال إنها تعتمد 3 عناصر رئيسية هي الوقاية والاستباق والردع. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الشرطة الوطنية تحتفل بالذكرى 31 لعيدها الوطني الذي يصادف 18 من نوفمبر من كل سنة، وذلك على غرار مثيلاتها في الوطن العربي. وزير الداخلية واللامركزية أكد في كلمة بالمناسبة أن تخليد هذا اليوم يأتي في ظرف متميز بالنسبة لموريتانيا، وأضاف أن موريتانيا كانت سباقة إلى وضع استراتيجية أمنية متكاملة ترتكز على الوقاية والاستباق والردع حسب تعبيره. تحتفل بلادنا اليوم بتخليد ذكرى 31 لعيد الشرطة الوطنية التي نتقاسمه مع أشقائنا في الدول العربية، ويأتي تخليد هذا العيد في ظرف متميز بالنسبة لبلادنا التي استوعبت بسرعة طبيعة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة، فتحركت بفعالية كبيرة لمواجهتها. المدير العام للأمن الوطني أوضح أن تخليد هذا اليوم يأتي في ظروف إقليمية ودولية يطبعها العنف وعدم الاستقرار بسبب الإرهاب والجريمة المنظمة. يأتي هذا اليوم في ظروف إقليمية ودولية يطبعها العنف وعدم الاستقرار بسبب الإرهاب والجريمة المنظمة. وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، وضعت الحكومة استراتيجية أمنية متكاملة للوقاية من هذه المخاطر والتصدي لها، فأصبحت بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار ظلت الشرطة
الوطنية شريكاً فاعلاً لجميع أطراف العملية الأمنية. هذا وقد حضر الاحتفالية عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الأمنيين في الدولة، بالإضافة لعدد من قادة المؤسسة العسكرية وبعض الملحقين الأمنيين بالسفارات المعتمدة بنواكشوط. بعثت موريتانيا الأمين العام للرئاسة مولاي محمد الأغلف إلى غامبيا في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد إثر رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية. ويأتي إفاد موريتانيا الأمين العام لرئاستها أياما بعد تصريح ناطق رسمي باسم الحكومة بأن البلاد لا تزال في طور جمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا، وستعلن موقفها الرسمي في وقت لاحق. دعا البيان الختامي للقمة 50 العادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي انعقدت بالعاصمة أبوجا، دعا إلى احترام نتائج الانتخابات التي منحت الفوز لمرشح المعارضة الفائز أداما بارو. واختارت القمة الرئيس النيجيري محمد بوخاري وسيطا في ملف الأزمة الغامبية داعية رؤساء البلدان الأعضاء في المجموعة إلى حضور تنصيب بارو في 19 يناير بالعاصمة بانجول. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدعو في البيان الختامي لقمتها العادية 50 المنعقدة بالعاصمة النيجيرية أبوجا إلى احترام نتائج الانتخابات الغامبية التي منحت الفوز لمرشح المعارضة الموحد أداما بارو. وحث البيان الختامي للمجموعة على ضرورة مغادرة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي ومنح السلطة للمترشح الفائز. واتفق المشاركون في القمة على حضور حفل تنصيب أداما بارو في 19 من شهر يناير القادم بالعاصمة بانجول. كما اختار رئيس نيجيريا التي احتضنت القمة محمد بوخاري وسيطا في الأزمة الانتخابية الغامبية. وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد زار قبل أيام بانجول والتقى الرئيسين الفائز والخاسر في الانتخابات، لكنه عاد أدراجه دون التوصل إلى توافق ينهي الأزمة القائمة. وتعود أسباب أزمة الانتخابات الغامبية إلى تراجع يحيى جامي عن الاعتراف بالنتائج بعد أسبوع من تهنئته نظيره الفائز وتصريحه بأن الغامبيين اختاروا غيره لتسيير شؤون البلاد في المرحلة القادمة. وقد تقدم الحزب الحاكم في غامبيا بطعن في الانتخابات أمام المحكمة وطالب بإعادة تنظيمها من جديد، وهو ما يرفضه المرشح الفائز أداما بارو حيث يتمسك بفوزه رئيسا لغامبيا. وقد تعاقب على غامبيا منذ استقلالها عن المستعمر البريطاني عام 65 رئيسان هما داودا جاورا حيث حكم البلاد 24 سنة قبل أن يغادر السلطة عبر انقلاب عسكري تولى على إثره يحيى جامي رئاسة البلاد، وهو المنصب الذي ظل يشغله على مدى 22 سنة. ويعتبر أداما بارو أول غامبي يصل رئاسة البلاد عبر الانتخابات، غير أن تحديات جمة لا تزال تواجه طريق وصوله القصر بعد أن اختاره الناخبون. تخلد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة. هذا وتحتل اللغة العربية المرتبة 4 عالميا، ويقدر عدد المتحدثين باللغة العربية عبر العالم بأزيد من 400 مليون شخص. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. يحتفي العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر من كل عام، إثر قرار اليونسكو تخصيص هذا التاريخ للاحتفال بلغة الضاد عام 2012. ويعود الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ إلى إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في 18 ديسمبر 1973 يقضي بإدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة الدولية خلال الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وكانت اليونسكو قد أقرت في العام 1960 استخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية وترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية. وفي عام 1966 جرى تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة لليونسكو. وبدءا من عام 1968 اعتمدت اللغة العربية تدريجياً لغة عمل في المنظمة، فباتت تترجم وثائق العمل والمحاضر الحرفية.
واحتفلت اليونسكو في أكتوبر 2012 للمرة الأولى باليوم العالمي للغة العربية، ويتحدث باللغة العربية أكثر من 400 مليون شخص، بالإضافة إلى أكثر من 130 مليونا يتحدثون بها بوصفها لغة ثانية، وتعد من أكثر لغات العالم غنى بالمفردات والمصطلحات. وتقول الإحصائيات إن 7 مليارات من الناس يتحدثون 7,102 لغة حية، وتحتل اللغة العربية المركز الرابع عالميا من حيث عدد المتكلمين بها كلغة أم، بينما تعتبر ثاني أكثر لغة انتشارا في العالم من حيث عدد الدول التي تتحدث بها. وتملك اللغة العربية تأثيرا قويا على كافة ألسنيات العالم الإسلامي غير العربية كالتركية والفارسية والأردو والملاوية واليونانية، وحتى اللغات الأوروبية كالألمانية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، نظرا لدورها الحضاري والإنساني في إحداث تواصل مستمر بين الحضارات القديمة والمعاصرة. إلى شأن الفلسطيني، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال فترتي الصباح والظهيرة، وتلقوا شروحا حول الهيكل المزعوم موازاة مع وضع سلطات الاحتلال سياجا حول مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. مع الصباح اجتاح عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من وراء جدر حماية الشرطة الصهيونية وتحصينات قمع القوات الخاصة. ووفق إحصائية وكالة قدس بريس، فقد بلغ عدد قطيع التدنيس الاستيطاني 48 رأسا أمرتهم شرطة الاحتلال على جسر باب المغاربة الذي نصبته لتسهيل عبورهم إلى باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية. ووفق ذات المصدر، فقد شهدت فترة الظهيرة اقتحاما آخر، حيث عادت رجل التدنيس من جديد مع دخول 13 مستوطنا باحات الأقصى قبل تلقيهم دروسا وهمية حول خرافة الهيكل المزعوم. وفي تصعيد استفزازي موازن، اقتحمت عناصر ما يسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للأقصى، وركزت في خاصرتها سياجا مؤذنة بمنع المقدسيين من دفن موتاهم في المنطقة المسيجة. وكانت ما تسمى سلطة الطبيعة قد أعلنت مقبرة باب الرحمة مساحة مصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية، رغم تصنيفها الإسلامي منذ مئات السنوات أرضا وقفية. من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية يقول إن الوزارة اعتمدت سياسات تسعى للنهوض بواقع الطفولة في موريتانيا. وزير الداخلية يقول إن موريتانيا استوعبت طبيعة المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة ويشيد بالاستراتيجية الأمنية للبلاد. موريتانيا توفد الأمين العام للرئاسة مولاي محمد الأقضف إلى غامبيا في ظل استمرار أزمتها الانتخابية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. 9 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.